في هذا العام انطلقنا بها لنجوب بها الجامعات في الوطن العربي وفي داخل دولة الإمارات، وكان لفلسطين كسب السبق في الاشتراك في هذه المسابقة. حقيقة أنا سررت جدا من مستوى الطلبة المتقدمين في مسابقة قطار المعرفة، حيث كانت مستوياتهم أكثر من رائعة، كانوا على اطلاع كبير جدا، هناك تنوع في الكتب التي قرأوها، وهناك منطق ولغة سليمة وثقافة عالية جدا. أنا أشكر جميع الطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة، وأخص بالذكر الطلبة الذين تأهلوا للتكريم، وعددهم 15 طالب وطالبة، وفي هذا اليوم سنكرم هؤلاء الطلاب، ثم سنكرم أيضا الثلاثة الأوائل على مستوى جامعة فلسطين التقنية. مسابقة قطار المعرفة تلخيص 26 كتاب مع مقابلات عملناها على مرتين، في المرة الأولى اختاروا منا 15 طالب، في المرة الثانية اليوم رح يعلنوا نتائج، 3 طلاب حيطلعوا على دبي مشان يحضروا حفل التكريم في دبي.